في بعض المرضى يشعرون على أنهم مراقبون، دائما يذهب في الشارع تجده بأن ينظر إلى اليمين وينظر إلى اليسار وكأن شخص يتبعه إلى آخره. في أشخاص يعانون من هذا المرض النفسي، ولكن من هم هذه الأشخاص؟ أغلبهم يكون عندهم أشخاص، عندهم علاقة ما بينهم وبين أشخاص. مثلا شخص كان وقع له مشكلة مثلا مع الشرطة، والشرطة هو يعرف بأنه إنها ستراقبه أو تراقبه أو شيئا من هذا القبيل. ففي أشخاص عندهم مشاكل مع الشرطة، فتجدهم دائما يذهبون، المشكل الخاص به مع الشرطة تم حله، ولكن لذلك لا زال يذهب وينظر إلى اليمين وينظر إلى اليسار إلى آخره. في أشخاص آخرين عندهم مشاكل مع أصدقائهم أو أشخاص، يقول مثلا في عراك ما بين شخص وشخص، فيقول له الشخص مثلا أنا سأقتلك، أنا سأذبحك، أنا سأفعل لك أنا كذا، أو يأتي صديق له ويقول له احذر من فلان، إنه سيذبحك، إنه سيقتلك، إنه سيضربك بالسكين، إنه كذا كذا. فهذا الشخص دائما يذهب ويراقب يمينه وشماله، تجد بأنه أصبح مريض نفسيا، دائما عنده هلاوس، دائما يقول سيأتي فلان يضربني، سيأتي فلان. هذا الأشخاص ستصبح عندهم سيصبحون مرضى نفسيين، لأنه ولو الشخص اللي يفعله أي شيء فهو لا زال ينظر إلى اليمين وينظر إلى اليسار. في أشخاص لا يوجد عندهم أصلا هذه المشاكل، ولكن في نفس الوقت تجدهم أنهم ينظر إلى اليمين وأنهم هلاوس، وأنهم يوجد أشخاص يراقبونهم أو شيء من القبيل، وحتى لا يوجد عندهم أي دليل على هذا الشيء. في أشخاص يقتنعون ومقتنعون على أن في الشرطة FBI أو شيء من القبيل فإن تتجسس عليه. في أشخاص يظنون على أن في شرطة تتجسس عليه، أن الشرطة وأنه منظمة عالمية وأن منظمة ماسونية تتبعه وتتجسس عليه وتتفعل له وتتكمل، ولا يوجد عنده أي دليل على هذا الكلام. يوجد أشخاص مقتنعون على أن يوجد أشخاص يتجسسون عليهم، فتجد بأنه دائما يصبح خائف. فهذا الأشخاص ماذا يحتاجون؟ دائما نكررها، يحتاجون جلسة علاجية، يحتاجون العلاج. هذا الأشخاص مرضى نفسيين، فإذا كان مرضه تقريبا فات سنة أو سنتين ولم يستطع أن يعالج نفسه ولم يستطع أن يقنع عقله الباطن على أن هذا مجرد وهم، فيحتاجون العلاج بشكل سريع، يا عن طريق مهدئات يا عن طريق جلسة تنويم مغناطيسي. إذا جاء عندنا وقام بعمل جلسة علاجية، ماذا سنعمل له؟ ستكون استشارة بيني وبينه حتى أتأكد هل فعلا يوجد سبب أم لا يوجد أي سبب. فمن بعد ما نعرف هل يوجد سبب أم لا يوجد سبب، فنعمل معه جلسة كوتشين، نقوم بعمل له كوتشين ونحل له ذاك المشكل حتى يعيش حياة سعيدة وحياة مرتاح فيها 100%. كذلك في نفس الوقت نعمل جلسة تنويم مغناطيسي لبرمجة عقله الباطن من أجل العلاج، نبرمج عقله الباطن، ثم من بعد مصمم أوديو يستخدمه من منزله. فهذه الاستراتيجية العلاج نعملها مع جميع المرضى النفسيين وإلى آخره. فإذا كنت تعاني من هذا المرض يمكنك التواصل معي من أجل العلاج بشكل سريع قبل فوات الأوان ويصبح المرض بشكل كبير. وإذا كان عندك مشكل نفسي أو مرض نفسي آخر يمكنك كذلك التواصل معنا والعلاج بشكل سريع. إن لا يوجد أي علاج من غير برمجة العقل الباطن عن طريق التنويم المغناطيسي. إذا كنت تريد العلاج بالتنويم المغناطيسي فتواصل معي على الرقم ستجده على الشاشة وستجده كذلك على الوصف. أنا المعالج المصطفى أحمد يديا بالتنويم المغناطيسي. هذا كل شيء، أراكم في فيديوهات قادمة وإلى اللقاء. You